السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، اليوم جايب لكم مخصب حيوي جميل ممتاز لعائلة كبيرة قوي من النباتات، بتزرع في كل مكان وبتزرع في الصيف وفي الشتاء، وهو العقادين. العقادين مركب متوفر في المركز القومي للبحوث الزراعية، متوفر في كليات الزراعة. المركب الجميل ده فايدته ايه، او ايه هو العقادين؟ عشان في ناس كتيره بتقول لي ايه هو العقادين. العقادين عباره عن ميكروب او باكت الاصح. يعني ايه ميكروب؟ ميكروب ده حاجه كبيره، تحتيه فيروس، تحتيه بكتيريا، تحتيه فطر، تحتيه فرويد، تحتيه عالم كبير من الميكروبات. فالعقادين بكتيريا تكافليه. يعني ايه تكافليه؟ يعني بتحب تفيد وتستفيد. البكتيريا دي من عيله كبيره كده اسمها الريزوبيوم. يبقى العقادين من عيله كبيره اسمها الريزوبيوم. العقادين ده بيعمل ايه؟ بيروح للعيله البقوليه. العيله البقوليه عندنا ايه بقى في الصيف؟ الفول الصويا والسوداني، عندنا اللوبيا والفاصوليا، عندنا الفول البلدي والبرسيم الحجازي، عندنا العدس والحلبه والبسله والترمس. كل دي نباتات صيفيه وشتويه. يعني العيله البقوليه دي موجوده في الصيف وفي الشتاء. ده فين؟ في المحاصيل. في منها اشجار، زي زمان كنا متعودين ان الكازوارينا من العيله البقوليه، طلع من التصنيف الاخير من العيله وبقى عيله تانية خالص. ففي برضو من الاشجار من العيله البقوليه كتير جدا جدا، احب ان انتوا تقروا وتستفادوا من العلم بالقرايه هتعرفوها. فبتعمل ايه؟ بتيجي تقول يا عيله بقوليه ايه رايك اشتغل معاكي؟ تقول له ماشي، هتعمل لي ايه وانا اعمل لك ايه؟ هتقول له انا هجيب لك النيتروجين الهواء الجوي اثبته تمام من خلالي، وانت يا نبات تديني الميه والغذاء عشان اعيش. فدي حياه تكافليه، اديني واديك، اديني واديك. حلو. طيب العقادين ده بنجيبه منين؟ العقادين عندنا من مركز القومي للبحوث الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه، من كليات الزراعه في جمهوريه مصر العربيه على مستوى المحافظات فقط لا غير. فقط لا غير، يعني احنا حتى لما نيجي نشتري بنروح للمركز بنتعاقد وبيجيب لنا بالحجز. في العالم العربي موجود برضه في المراكز البحثيه الزراعيه في كليه الزراعه. طيب الاستخدام قلناه، طريقه الاستخدام انا بعمل ايه؟ انا بجيب بتصل بالمهندس المختص او الاستشاري، السلام عليكم يا باشمهندس، والله انا هزرع برسيم، انا هزرع فول، انا هزرع لوبيا، انا هزرع بسله، فاصوليا، عدس، ايا مكان، عايز استعمل العقادين. هيقول لك حاجه، العقادين سلالات. يعني ايه؟ يعني في عقادين يبقى مكتوب عليه للحجازي، برسيم حجازي، وفي عقادين مثلا للفول. فما فيش حد يروح يقول لك ايه ده في ده في ده، لا ما فيش الكلام ده. يعني ما ينفعش عقادين البرسيم يشتغل مع عقادين الفول، ما ينفعش عقادين الفول يشتغل مع البسلي او البسلة او الفاصوليا، ما ينفعش عقادين الفول السوداني يمشي مع الفول الصويا. لا، كل عقادين او كل سلالة من العقادين بتشتغل على نوع نباتي، وده مهم جدا جدا لما نيجي نشتري. مفيش حاجة اسمها يلا كله شغال في كله، لا الكلام ده، لا، العلم ليه ناسه وليه تخصصاته. بنعمل ايه؟ النهاردة كان الاول العقادين بيجينا محمل على مادة لازم ولا بد نستعملها مع البذرة فقط لا غير. فبنجيب الماده ديت، حتى موجوده في مركز البحوث، يقول لك انت عايزه لايه؟ لري حديث ولا غمر ولا مع البذره، ولا عايزه في اي عمر من النبات؟ هتقول له لا انا عايزه مثلا مع البذره وانا نظام قديم وعايز ابو قديمه. ابو قديمه بيجي لك كيس تفتحه جوه تلاقي كده بودره سودا وفيها حاجات لميع. المهم ديت بتجيب عسل اسود وبتجيب ميه وتبخبخ البذره وتحط عليها الكميه المتاحه. يعني مثلا هنا الفدان بياخد كام كيس؟ ادي واحد اتنين تلاته، تلات جواز بست اكياس، منهم اتنين اربع اكياس عقادين وكيسين لميسر عنصر الفوسفور، وبرضه ده ميكروب حلو وجميل جدا جدا متوفر في المراكز البحثيه. ف
فالمهم بنخلط ده كله على البذرة قبل الزراعة بحاجات بسيطة، سويعات يعني من ساعة لخمس ساعات، السويعات من ساعة لخمس ساعات، وبعد كده نبدر وننزل المية بتاعتنا على طول. طيب النظام الجديد بيحملوه على بودرة كده جميلة سريعة الذوبان، ينفع بقى في البيفت، ينفع في الرشاشات، في النقطات، ينفع في جميع وسائل الري الحديث، ينفع في جميع اعمار النبات. يعني ممكن مثلا انزله مع المية الاولى، مع المية التالتة، هنزله مع برسيم بقاله عمر السنة، بقاله شهرين، بقاله 3 شهور، بقاله 5 سنين، ينزل في اي وقت. النظام الجديد اللي مطلعه المركز القومي للبحوث، وده فخر لينا ان لسه في تكاترة عندهم ضمير وبيحبوا يشتغلوا حلو قوي 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 قوي. تمام. المهم عندي ان هو لما يتفك في المية ينزل بسرعة، اهم حاجة بقى شروط معينة، ما ينزلش والشمس قوية في الصيف، ما ينفعش، لازم لإما الصبحية بدري لإما اخر النهار. ما ينفعش ينزل في مية بير حرارتها عالية، ما هي هتموت للميكروب، يبقى لازم مية من البركة او مية متخزنة هادية. طبعا طبعا بدون شك مياه الابار ما فيهاش كلور زي اللي موجوده في المياه المنزليه، فبالتالي ما فيش تخوف على الموضوع ده. حاجه تانية من الحاجات المهمه قوي قوي، ان فايده العقدين بيديني نسبه عاليه جدا من النيتروجين للعلل البقوليه، فبالتالي بقلل قوي 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 من الاسمده النيتروجينيه. ليه؟ ايه اليوريا، نترات النشادر، سلفات النشادر، حمض النيتريك لا تالي نظام تاني، وده بعتبره الحصان الربحان في الاراضي الجيريه والاراضي الطفليه، ده حاجه فوق الممتازه. طيب انا بنزل العقدين ده للفدان اللي مساحته 4200 متر مربع، الهكتار مساحته فدانين وتلت تقريبا او فدانين وربع، 10000 متر مربع. الدونم في العراق 2500 متر، في الشام 1000 متر. فلازم نكون فاهمين انا بنزل لقد ايه لايه. الموضوع بسيط وسهل جدا جدا. المراكز القوميه للبحوث في العالم كله، سواء جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي، بيتعبوا ويشقوا. في مركبات تانية جميله عندي هنتكلم عنها في الحلقات القادمه باذن الله. وعايز اقول لكم رساله جميله جدا جدا، ثقوا في المراكز القوميه للبحوث، ثقوا في العلم والعلماء والمهندسين والمستشارين، هتوصل لبر والنجاه. المركبات دي مش محتاجه لعسل ولا اي حاجه، المركبات دي سريعه الذوبان في الميه اللي هو النظام الجديد، وبيتضاف بسهوله ويسر. لا عايز ميه، لا عايز عسل، ولا عايز بقى اقعد اقلب والكلام ده كله، لا انا ممكن ازرع براحتي، وممكن مع الريه انزل العقدين، ممكن مع الريه الثانيه لما يحصل انبات، ممكن مع الريه الثالثه لما يحصل انبات. كل ده حاجات حلوه وجميله وممتازه جدا جدا. اتمنى تكون حلقه اليوم حلقه مفيده، وسعر الكيس لا يتعدى 35 جنيه. الفدان بياخد 6 اكياس، 4 عقدين و4 ميسر للفوسفور، ودي تركيبه حلوه عاملاها المركز القومي للبحوث. اتمنى تكون حلقه مفيده. معاكم مستشار الزراعي مراد مرعي، 011-0487-3348. وللعلم في السويري العائله الناجليه، اللي عايز يزرع شعير، واللي عايز يزرع ذره، واللي عايز يزرع قمح، برضه موجود السويري في المركز القومي للبحوث. لو انتم عايزين في منطقه الوادي الجديد والواحات البحريه، هجيب لكم كل حاجه واي حاجه ما دام مفيده ليكم وللعلم. تحياتي لكم جميعا، ومع الف سلامه. ورقم التواصل بسيبه في صندوق الحلقه، للي عايز يتواصل معايا. تحياتي لكم جميعا، مع الف سلامه.